السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير، نتمنى والله تكونوا بخير. كما تتشاهد التطويرات ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. تيدوشوا، وهذه هي المرحله اللي تحتاجوا فيها التشماش والتدواش، هي مرحله تغيير الريش، لانها مرحله جد جد مهمه في حياه الطائر. وتا الشمس، يعني مثلا نقدموا الشمس للطائر وتتشمس، راه تياخذ الاشعه البنفسجيه يعني في الاجنحه ديالو، تيخزنها من تحتاج فيتامين دي، تمتصها منه. وفيتامين دي كما تعرفوا الاخوان مهم في امتصاص جميع الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي تحتاجها الطائر. يعني مرحله غيار الريش الاخوان راه جد جد مهمه. بسم الله، اللهم اكبر. كما تشاهدوا الاخوان، هو في غيار الريش وتنخرجوا يدوش ويشمش ويتمنظر مع راسه في الطبيعه شويه وتضرب فيه الهواء، وهذا هو اللي كاين الاخوان. يعني راه الشمس راه ضروري، هذا راه الشرايط مسده وفزك لينا الدنيا، وكاين ماشي مشكل دابا المسحوف، وهذا اللي كاين اخوات. شوف اخرين تا هما كاع فزقوا الشرج كامل تيفزق، هو هذا هو اللي كاين اخوات. راه الشمس راه جد 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 مهمه، وتشماش يعني خاصه تكون في فتره ديال فتره الصباح، فتره ديال العاشره ولا العشرة الصباح، تسعود الصباح، راه مزيانه، راه مخير. ايوا نهاركم مبروك الاخوان، وكيما العادة أخوكم زكريا صورة وصوت. تبارك الله على الإخوان، والله يسر الأمور. نهاركم مبروك.